التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات والمنافسات الصباحية هنا على أرضية ميدان الشحانية. نتابع انطلاقة شوطنا التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام. نبدأ بالبداية والصدارة وتابع الدوحة هنا على أول المراكز لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي، الثاني حسن بن محمد بن راشد الصعاق من يتابعها في التضمير، بينما ثاني المراكز أتابع الشاهينية لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن، الثاني سعود بن عبد العزيز بن سالم المري يتابعها في التضمير المتواجدة مع ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز أتابع مشاهدين الكرام تواجد من غالة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان الثاني، مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري من يضمر أيضا من تصل غالة هنا مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء أتابع مشاهدينا الكرام التقدم في هذه اللحظات الأسماء والشعارات القادمة. أتابع التواجد مشاهدينا الكرام من تحمل الرقم 23 هنا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد، الثاني محمد بن برقان بن مقارح من يتابعها في التضمير المنطلقة مع رابع المراكز، بينما الاسم القادم الله الأسماء والشعارات مشاهدينا الكرام يصل الشعار الغرفاوي هنا مع الذيبة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني هنا بمتابعة المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي والتدخل في هذه اللحظات من تحمل الرقم 24 مشاهدين الكرام. وصلت الأسماء وصلت الشعارات ولكن الله الصدارة الصدارة مع 500 متر الأخيرة، الدوحة 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 ولكن الهجوم من الشاهينية، الله الشاهينية غيرت والذيبة قادمة مشاهدينا الكرام، اشتدت المنافسة الله 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 الله، هناك أتابع البداية أتابع الانطلاق الممتاز مع الشاهينية لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، سعود بن عبد العزيز بن سالم بن شنان هنا أيضا من يشن أيضا الهجوم والانطلاق هنا مع مقدمة الشوط، الله الشاهينية غادرت الشاهينية ظفرت بناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني والتهني أيضا لمضمرها سعود بن عبد العزيز بن سالم المري، وثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من الذيبة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، وثالث المراكز كان الوصول من وصلت في ثالث المراكز تحمل الرقم 24، سوف تصلنا المعلومة الكافية والوافية عن صاحبة المركز الثالث، بينما رابع المراكز وصلت الدوحة لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة الثاني، وخامس المراكز كان الوصول من نفرة لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا منافسة قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة، تابعنا الشاهينية هنا وأيضا لحظة وصولها إلى خط النهاية هنا مع لحظات الإعادة، مشكور يا أبو شارب، أيضا هنا نتابع الشاهينية ولحظة الوصول 2:54 وثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني والتهنية لسعود بن عبد العزيز بن سالم بن شنان المري، الذيبة وصلت ثانيا بتوقيت 2:56 90 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والتهنية أيضا للمدهش سالم بن عامر المدهوشي، ثالث المراكز من وصلت مشاهدينا الكرام هنا بتوقيت 2:57 ثانية و88 جزء من الثانية، هنا من تحمل أيضا الرقم 24 تهانينا والناموس للجميع.